بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له، ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر الغليب والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعد ناس كنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعد حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعد اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين، فأجبته وجعلت ذلك غنيا، وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا، وبعد أولدته من غيره وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونجت له من راجع، وتخيرت له أوصيا مستفذا بعد مستفذ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره فيغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالله إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فقال كما انتجبته سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفذل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوتعته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك
והודעתה אורל ממוקרונה ומו יקוד אלן גדוי חלגג ثم نصرته بالرعب وهففته بجبرائيل وميكائيل والمسبمين من ملائكتك ووعدته أن تظهر ديننا على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن ببعته مببع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما أسألكم عليهم وما أسألكم من أجل فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليه ما بالهم آدياب إذ قال هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملو أماما من كنت مولا فعلي مولا من كنت اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا وقال من كنت أنا نبيا فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما أهلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابا ثم قال أنت أخي
و وسیعی و وارثی لحم و کمن لخمی و دم و کمن دمی و سلم و کسلمی و حرب و کربی و ایمان و مخالط لخمک و دمک کما خالت لحمی و دمی و انت غدن علال عود خلیفتی و انت تقضی دینی و تنجز عداتی و شیعتو که علا منابر من نور مبیذتن وجوم هولی فی الجنه و هم جیرانی و لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده مدم من الظلال و نورم من العما و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا یسبق به قرابت فی رهم ولا بسابقه فی دین ولا یلهق فی منقبت من مناقبه یهدو عدو الرسول صلی الله علیه ما و آله ما و یقاتل علی التأویل ولا تأخذه فی الله لومة لائم قد وتر فی صناديد الغرب و قتل ابطالهم و ناوش ذبانهم فاودا قلوبهم احقادا بدریا و خیبریتا و هنینیا و غیره هن فذبت علا قداوتیم و کبت علا منابذتیم حتی قتلنا کثینا و القاستین و المارقین و لما قضا نهبه و قتله اشغل آخرین یتبه اشغل اولین لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فی الهادینا بعد الهادین و الامت مصرتون علا مقتل مجتمعتون علا قطیت رحم و اقصای بلدن إلا القليل ممن وفوا لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجع له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فهل العتاب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم ف
فلیندب نادب ولمثل فلتذرف الدموع وليسرخ الصارخ ويضج الضاج ويعج العاج أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين أبناء الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالب أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقتدى بالظلمة أين المنتظر لقامة الأمت والبرد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإياء الكتاب وحدوده أين مهيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين آدم وأبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والهوى أين قاطع أبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمرداء أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلهاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يتاب أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور إلى من اعتدى عليه وافترى
أين المضطر الذي يجاب إذا داب؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهمى؟ يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن العطارفة الأنجبين، يا ابن الأتايب المتهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المذيب، يا ابن الشوب الثاقب، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن العلام اللامع، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباقرات، يا ابن الهجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طهاب المحكمات، يا ابن ياسين والداريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، دنوا واقتراب من العلي الاعلى. ليت شعري اين استقرت بك النوى، بل اي ارض تقل كوثرى، ابرذوى او غيرها امضي تواب، عزيز علي ان ارى الخلق ولا تراب، ولا اسمع لك اسيسا ولا نجواب، عزيز علي ان تيت بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي من مغيب لم يخلو منا، بنفسي انت من نازه ما نزوى عنا، بنفسي انت امنيه شاهدي يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فهنا، بنفسي انت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي انت من اثيل مجد لا يجارى، بنفسي انت من تلاد نعم لا تضاب، بنفسي انت من نسيف شرف لا يصاب، الى متى حار فيك يا مولاي، والى متى واي خطاب اسف فيك واي نجواب، عزيز علي ان اجاب دونك و اناقا، عزيز علي ان ابكيك و يخذلك الورام، عزيز علي ان يجري عليك دون ماجرا، هل من مهين فاطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فاساعد جزاء اذا خلاص،
هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنذا متى نرد منا إليك الربية فنروى متى ننتفئ من أذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونرابمك فنقر عينا فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر ترا أترانا نوف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعدائك أمانا وعقابا وأبرت الوتات وجادت لك وقطعت دابر المتكبرين واجتثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين فأغث يا غياث عبيدك المبتلى واري سيده يا شديد القوى وازل عنه بالاسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن اليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون الى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وهقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جمالك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آباء البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدبر وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل علي صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم بالحق وعدل بالباطل وعدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلفين واجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إلي والاجتهاد في طاعته
واجتناب معصيته وامنن علينا برضاك وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك وجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا وجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهواجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لاذم بعده يا أرحم الراحمين.